السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشني جدا من اخر فيديو نزل لكم على القناه. زي ما انتم شايفين كده في الصور، هحول الفشار لدقيق الذره. طبعا انا كنت منزله دقيق الذره على قناتي من سنه او اقل من سنه، ان انا كنت عاملاه دقيق الذره اللي بتكون مزروعه وبنشفها انا وبحولها لدقيق ذره. لو حابين تشوفوا الفيديو فارجعوا له، هتلاقيه على قناتي. بس ان سالت كتير هل ينفع نعمله بالفشار، فبصراحه كان في البدايه بقول لا، لان فعليا انا جربت مرتين اتنين بالفشار وكان فشل ذريع جدا. ما كانش بيطحن في المطحنه، كان عايز مطاحن عاليه، جوده عاليه، فكان صعب جدا ان هو ينطحن في المطحنه. حاولت كافة الطرق لحد ما لقيت الطريقة دي بالذرة الفشار. اي نوع بقى ذرة فشار هتعمليه بنفس الطريقة دي، بس الاحسن انك تروحي عند العلاف. هتلاقي عنده اللي هو العلاف بالمصري كده، اللي هو بالسعودي محلات المطاحن، هتلاقيهم عنده. اللي هتلاقي عنده دقيق، هتلاقي عنده ذرة ناشفة، دي ذرة ناشفة. انا هوريكم، انا هحط الذرة اهي، دي ذرة فشار، وهوريكم ان هي مكتوب عليها ذرة فشار. الذرة اللي انت بتجيبيها عادي من اي سوبر ماركت عشان تعمليها للفشار. طبعا لو انت طحنتيها بالطريقة دي على طول في الكبة، فالله يرحم المطحنة، يعني راحت خالص فيها المطحنة، مش هتطحن معاكي. فاول طريقة هو انك تجيبي الفشار، هوريه لكم اهو، ده شكله ومكتوب عليها فشار ذرة، عشان البنات اللي هتسأل هل هتظبط، احنا بنجرب مع بعض اهو، وهوريكم ازاي تخليه يظبط معاكي. ده شكله كده. فحطيته في صينيه ما يكونش ارتفاعها عالي، ممكن تحطيه عادي في صينيه الفرن، بس ما يبقاش فيه الارتفاع عالي. الحاجه التانية، لو انت عندك الذره الحلوه المجمده دي، ممكن تجيبيها وتخليها تفك وتنشف منها الميه خالص في الشمس، وكل يوم تقلبيها كده لحد ما تنشف معاكي خالص، وبعد كده هتحمصيها في الفرن. هوريكم ليه الذره دي بتنفع جدا. شوفوا الحبايه بتاعتها اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي شايفين الحبايه؟ الحبايه نفس الذره اللي بنفصصها من كوز الذره بالظبط، يعني من الذره اللي هي بتبقى صحيحه نفسها بالظبط اهو. فانا حبيت اوريكي طريقتين اتنين. لو عندك ذره مجمده ممكن تعمليها عادي جدا، بتسيبيها تفك خالص وبتنشفيها من الميه وبتحمصيها الاول في طاسه، وبعد كده بتسيبيها تنشف كده، بتاخد معاكي يوم، وبعد كده بتحمصيها في الفرن. انا بحمصها اهو في الفرن. اللي هتسال ايه اللي تحت الفرن دي؟ الطاسات القلي عادي، يعني زي اي بيت بنحط الطاسات القلي كلنا في فرن البوتاجاز. فهنا زي ما انتم شايفين كده انا بحمصها اهو واحده واحده، وكل ما بحمصها عيني عليها، عشان هوريكم دلوقتي ايه الغلط اللي ممكن تعمليه لو سبتيها. شايفين اديني بحمصها على الشوايه من فوق، لو سبتيها زياده هتقلب معاكي فشار. شايفين الفشار اهو، هتقلب معاكي ذره فشار. استنوا، بسم الله الرحمن الرحيم، استنوا اطلعها لكم اوريها لكم. هتقلب معاكي ذره فشار لو نسيتيها في الفرن. طبعا انا متعمده اعمل الغلطه دي عشان تبقوا شايفين ان حراره بس زياده عليها هتبقى فشار، هتاكلي فشار يعني. طبعا انا هطحنها وهي يدوبها دافية، مش هستناها تبرد خالص، لا، هتبقى فيها شوية سخونية عشان تبقى سهلة في الطحن. يعني لو هي سخنة قوي هتجمد مع بعض، هتطحن معاكي، بس هتبقى زي ايه، هتبقى كأنها مندية بالمية، ولو برد قوي الخلاط مش هيرضى يطحنها. طبعا لو انت هتعمليها زي فناجت، هتعملي بيها كنتاكي، هتعملي بيها مواصفات ملحة، حطي رشة ملح عليها وانت بتطحنيها. طبعا لو انت هتعمليها في وصفات حلوة ككيكات وكده، لا، ما انصحكيش ابدا انك تحط رشة الملح. هوريكي اهو، طبعا انا بطحنها اهو قدامكم. طبعا انا ما فصلتش الكاميرا نهائي، اعذروني بقى لو الفيديو طول، بس انا حبيت اعملها قدامكم عملي عشان البنات اللي سالتني، لان انا طحنتها على طول كده في الكبه، بصراحه ما مشيتش خالص في الكبه، و يعني قبل ما احمصها كانت بتقف الحبات في سلاح الكبه من تحت، فما كانش بيطحنها نهائي. الطريقه دي بتنطحن معاكي
وما بتاخدش وقت، بيطلع معاكي في كتل كبيرة او بيطلع معاكي في كتل كبيرة، فهنصفيها وهنرجع نطحنها تاني. طبعا انا زي ما قلت لكم انا مخليه الكاميرا شغاله عشان اي واحده حابه تعمل دقيق الذره بالفشار، الطريقه قدامكم اهي وبطريقه ناجحه 100%، ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود جدا. يعني وانتي قاعده ممكن تحطي كيس الفشار في الصينيه وتحطيه في الفرن يتحمص وهتطحنيه. لما تيجي تطحنيه بقى اهم حاجه ما تحطيش مروحه، ما تشغليش مروحه عشان هتلاقيه طار كده بقى حواليكي. دي الدرق. طبعا انا كنت جايبه الكميه دي المصفى دي بس طلعت صغيره، فهجيب المصفى الكبيره اصفيه فيه احسن عشان تبقى واسعه وكبيره وما ياخدش معايا وقت. انا هنخله مره واحده بس في المصفى الكبيره دي، وبعد كده بنخله بالمصفى الصغيره دي مره تانية. بس انا معاكم في الفيديو ده هنخله مره واحده بس سريعا بس عشان ما اطولش عليكم. شايفين اهو نزل كميه تحت اهي، وباقي ده هرجع اطحنه تاني مع الكبه مع الكميه اللي فاضله اللي انا محمصاها. شايفين اهو ده كده هرجع المه واحطه في الكبه تاني واطحنه. الكبه حاولي لما تلاقيها بدأت تسخن معاكي، لان انت بتطحنيه سخن، حاولي لما تلاقيها بتسخن معاكي الكبه وقفي طحن عشان الماتور بتاع الكبه ما يتحرقش معاكي. هتلاقي صوت مزعج جدا جدا في طحنها، جامد يعني، الصوت مزعج جدا في طحن الفشار. الريحه بقى ما اقولكمش، عارفين كانكم في فشار كده بيبقى في المقله او ذره بتبقى في المقله محمصه، نفس الريحة بالظبط كده. يعني كأنك جايبة فشار ومحمصة او عاملة فشار محمصة، الريحة بقى ما اقولكمش قلبت المطبخ كامل وقلبت الشقة كامل، بقت ريحة ذرة محمصة. بصوا انا بعمل الحركة دي في الكبة عشان ينطحن معايا، حطي كمية بكمية عشان ينطحن معاكي. لو حطيتي كمية كبيرة جدا هتقف معاكي الكبة ومش هتطحن. اهو ده شكله اهو. هتقولي في كتل كبيرة، ما انا عارفة ان في كتل كبيرة، لان حباية الذرة بتبقى تخينة من تحت، مش زي الذرة اللي بنجيبها من عند العلاف اللي بتبقى زي ما وريتها لكم في المجمدة كده مربعة، ولما بتنشف هتبقى مفرغة من جوه فهيبقى سهل طحنها. اما دي بتاخد وقت شوية في طحنها، يعني ممكن تطحنيها مرتين اتنين، بتعمل معاكي كمية كويسة، بتعمل معاكي كمية كويسة. انا كنت حاطة تقريبا نص كيلو، عمل معايا هوريكم كمية حلوة جدا، يعني في حدود نص كيلو برضو عملت معايا. ضفت لها اي اضافات؟ لا ما ضفتش اي اضافات، بس زي ما قلتلك حمصت الذرة بس وطحنتهم في الكبة. لو انت طحنتيها من غير تحميص والله العظيم ثلاثة الكبة هتقف معاكي مرتين ثلاثة ومش هينطحن، وممكن تكسري شفشق الكبة كمان. ده شكلها هو بعد ما طحنتها. بعد ما طحنتها هي بتبقى لسه يعني عارفين زي سخنة، كأنها طالعة من الفرن يعني كأنها طالعة سخنة، كأنك محمصاها تاني من الكبة مخليها سخنة، ففردتها على صينية اهو زي ما انتوا شايفين كده تبرد، وكل شوية بقلبها على بعض. دي كده كانت اول نخلة ليها، حابة تنخليها نخلة تانية براحتك جدا، حابة تخليها زي ما كده خشنة براحتك. بكده اكون عملت لكم دي الذرة من الفشار بطريقة سهلة وسريعة. هتحفظيها في كيس في درج التلاجة من تحت، هتقعد معاكي فترة طويلة جدا. ينفع تعينيها برا؟ هتحطيها في برطمان برضو، هتقعد في درج في درج المطبخ برضو فترة طويلة. ده شكل اهو دي الذرة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم شيروه لاصحابكم، شيروه لحبايبكم، شيروه على الفيس وعلى الانستجرام وعلى الواتس. مني انا ومن قناتي بتمنى للجميع يوم سعيد، يا رب اكون فدتكم على قد ما اقدر. طبعا انا سايباه زي ما قايله لكم اهو يتهوى، ولما تسيبيه يتهوى ما تحطيش قدامه مروحه عشان ما يطيرش، هيطير معاكي هيبقى في كل مكان يمين وشمال. ده كده انا بعد ما حطيته في العلبه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بقى زي ما قلت لكم شير، واهم حاجه اللايك، وفعلوا زر الجرس، واهم حاجه السبسكرايب، لان الغالبيه العظمى بيتفرج على قناتي وهو مش مشترك. مني انا ومن قناتي بتمنى للجميع يوم سعيد، هقول لكم مع الف سلامه، في امان الله، باي باي.